أسعد الله مساءكم، معكم مارلين تدرس والقاهرة في المنفى، وضيفي اليوم هو الدكتور أيمن نور، وهو نائب سابق بمجلس الشعب ورئيس حزب غد الثورة ورئيس المنتخب لاتحاد القوى الوطنية المصرية ومالك قناة الشرق. أهلا بك يا دكتور. يا أهلا يا مارلين، أنا سعيد جدا إن أنا أكون معاكي، وكنت متوقع هذا اللقاء من فترة طويلة، لكن ربما جاء في موعده المناسب. يعني ده كويس إن أنا استنيت يعني كل المدة دي، لأن في حاجات كتير جدت وعايزين نتكلم فيها يعني. طب أنا عايزة أبتدي من البداية شوية بتجربة نزول الانتخابات أمام الرئيس حسني مبارك عام 2005، واتهمت آنذاك بإنك زورت توكيلات تأسيس حزب الغد، ويعني هي نفس التهمة تقريبا اللي متهم بيها أحمد طنطاوي دلوقتي، يعني ما اختلفناش كتير. إنما أنا عايزة أعرف في الفترة دي، يعني ما كانش حد خالص مفكر ينزل قصاد الرئيس مبارك، فحابة أعرف إزاي جات لك الفكرة وتجربة نزول الانتخابات كان شكلها إزاي؟ يعني بداية خليني أقول لك، في الدول المستبدة أو الدول الديكتاتورية قد يسمح وفقا لدرجة الديكتاتورية مش لدرجة الديمقراطية بفكرة المعارضة، يعني مسموح لك إن أنت تعرضي تقولي رأي، وبالذات لما يكون الديكتاتورية ليست من الصنف الخام اللي احنا الحقيقة بنعصره بقالنا شوية. يعني الديكتاتوريات المتحولة اللي هي أنصاف الديكتاتوريات وثلاثة أرباع الديكتاتوريات دي بتسمح بهامش معارضة، يعني عرضي، لكن تنافسي لا، دي مسألة مختلفة تماما. نعم. لهذا فكرة المقارنة أو التقارب بين حالة أيمن نور في 2005 وحالة أحمد طنطاوي في 23 ولا 24؟ أظن 24. 24 فبراير. فبراير. يعني هي مقارنة في محلها ومقارنة مبررة، إن أحمد طنطاوي كان جدا في فكرة المنافسة فتعرض لما يتعرض له المعارضين. هو الغريب في الموضوع هي تشابه وتطابق الحلول اللي بيستخدمها النظام المستبد في مراحل مختلفة. يعني الحقيقة قليل من الابتكار ما كانش يضر، يعني لو اخترعوا قصة جديدة، اخراج ألطف، تعلموا من تجربة 2005، لا الحقيقة هم لا بيتعلموا ولا بيجددوا، فاحنا بنعيش نفس التجارب بحذافيرها. صحيح. وده الحقيقة الملفت والمضحك. يعني دايما كنت أقول إيه، يلا بقى هيعملوا فرق، يلا بقى هيحاولوا يغيروا، أبدا أبدا، يعني ما خيبوش أو خيبوا ظني الحقيقة، فكانت الحكاية متطابقة. أما مسألة مبارك تحديدا، ودي كانت أول انتخابات رئاسية في تاريخ مصر، وكانت مرحلة الحقيقة يعني فيها متغيرات كثيرة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي. كان هناك اهتمام بقضية التحول نحو الديمقراطية، كان هناك مساحات من الضغوط الدولية والداخلية في شأن التحول نحو الديمقراطية، خاصة إن حالة مبارك كانت حالة مزمنة. يعني كان الرجل أمضى 24 سنة في الحكم وينتظر 6 سنوات جديدة، فكانت الحقيقة الحكاية مستفزة، فضلا إن لا نستطيع أبدا أن نستبعد عناصر كانت مؤثرة في هذه الضغوط،
اللي هي فكرة رفض ترشيح نجله. كان هناك مشروع للتوريث، يعني ينكره من ينكره، ينفي من ينفي، لكن كان في مشروع توريث، نعم وبالتالي كان في قوى مجتمعية متعددة مستنفرة في مواجهة فكرة استمرار الرئيس، سواء كان مبارك الأب أو مبارك الابن، أو كما كنت أسميهم في هذا الوقت، كنت أسميهم الثالوث المقدس. طبعا ده مش من عندكم، يعني مش الأب والروح القدس، لكن هو كان بالنسبة لي الثالوث، اللي هو الرئيس، والرئيس تحت التشطيب، والرئيسة، لأن احنا كان عندنا هذا الثالوث، نعم رئيس ورئيسة ورئيس تحت التشطيب، وإن كان يعني التشطيب لم ينتهي إلى نتائج مكتملة للأسباب المعروفة يعني. فكيف فكرت في هذا؟ فكرت لأن كان هناك ضرورة أن يخرج من بين أبناء جيلي، اللي هو كان في هذا الوقت يعني يلامس حد الشباب، من يقول أن مصر ليست مبارك الأب أو مبارك الابن، مصر أكبر شوية من فكرة الأب والابن. عندما طرح مشروع التوريث، الحقيقة أنا قدمت نفسي، لأن تقريبا أنا وجمال مبارك من مواليد نفس السنة اللي هي 64، بننتمي لنفس المدرسة السياسية، مع الفارق إن هو بينتمي لها في الجزء الاقتصادي، أنا بنتمي لها في الجزء السياسي والاقتصادي الاجتماعي. بمعنى هو كان بيقول إن هو ورفاقه من المدرسة الليبرالية، لكن كان عندهم فهم خاص للليبرالية، إن هي الليبرالية الاقتصادية وليست لها علاقة بالسياسة. والحقيقة إن ده كان ليبرالية مغشوشة، ولكن على أي حال من الأحوال ليس لدينا معركة الآن مع جمال مبارك، ونتمنى له التوفيق من كل قلوبنا يعني. والحقيقة ده موضوع ملوش علاقة بفكرة دخول الانتخابات، لأن دخول الانتخابات في هذا التوقيت كان مغامرة كبيرة. والبعض سألني كيف أقدمت على هذه المغامرة، وأنت تعرف أن الحد الأدنى هو الذي حدث معك، وهو اعتقال طويل المدى لمدة 5 سنوات، وتنكيل، ويعني وتخريب كل ممتلكاتك الشخصية بالظبط. والعائلية والإنسانية، اللي هي تخريب حياتك. نعم يعني فكرة أن أنت اجترأت على خوض هذه الانتخابات، والحقيقة هم عملوا كل حاجة عشان يعني لا أأتي لا متقدما في البداية ولا حتى ثانيا لمبارك، بل بالعكس دفعوا أحد المرشحين من أحد الأحزاب الكبيرة وعدوه، قالوا أنت هتبقى رقم 2، عشان مش عايزين يبقى أيمن نور بعد مبارك. فحتى ده فشلوا في صناعته، لأني طلعت رقم 2 مع فارق طبعا ضخم جدا في الأصوات، لكن الحقيقة هو فارق غير حقيقي. لأن أنا شخصيا لو سألتيني يا نادين إيه النتيجة بتاعت انتخابات 2005، يعني الإجابة الوحيدة الصادقة اللي أقدر أقول لك عليها معرفش، لأنه الحقيقة لا توجد نتيجة واحدة. أنا أبلغت من رئيس لجنة الانتخابات اللي هو كان اسمه المستشار ممدوح مرعي، أبلغت اللي هم بعد كده كافئوه وعينوه وزير العدل بعدها بأيام طبعا يعني، أبلغت إن النتيجة 24 23 وكسر في المية، يعني قرابة ال 24. وقال لي إحنا مش عارفين نبلغه. فقلت له أنت عايز تبلغه ليه؟ هو سقط؟ قال لي لا ما سقطش. قلت له طيب، يعني المفروض 24% دي مفيش إعادة وأنا سقطت، فالمفروض يبقى الصعوبة عندك في إبلاغي مش في إبلاغه. قال لي هو أنت بتتكلم عن بلد تانية ولا أنت مش معانا ولا إيه؟ قال لي أنا يعني حاولت أبلغ حد من الأسرة، وأنا فاهم طبعًا هو كان بيبلغ مين، غالبًا كان بيبلغ السيدة حرم الرئيس، فقالت له
كلام مش هينفع أقوله في التسجيل، كلام قاسي جدا، لأن هو كان بالنسبة لها إن أيمن نور يحصل على 24% فيبدأ من نقطة 24%، وجمال يبدأ في الانتخابات اللاحقة من 0%، دي مسألة فيها ريسك. فتغيرت النتيجة في أقل من 20 دقيقة، يعني هو بلغني بهذا الكلام، قلت له يا سيدي ولا تبلغ ولا حاجة، أنت حضرتك حط قميصك في البنطلون، لأنه كان مطلع القميص بره، واربط الكرافتة لأنه كان فككها. قلت له والصحفيين واقفين بره مستنيين إعلان النتيجة، اطلع إعلان النتيجة. وأعتقد إنه مش هيزعل، يعني الراجل نجح يعني. فقال يعني اديني نص ساعة أنا منتظر المكالمة. طلع بعد 20 دقيقة، مش بعد نص ساعة، وأعلن إن أنا جبت 9% من 24. هو نفسه يعني، هو نفس الشخص مع فرق النتيجة. أقول لك على واقعة لطيفة من نوادر هذه الانتخابات. كان في رئيس لجنة محترم، مستشار محترم، وكان يعني له اهتمام بالعمل السياسي بدرجة ما، رحمة الله عليه، هو توفى في الكويت. كان رئيس اللجنة العامة للانتخابات في اسكندرية، فأرسل نتيجة اسكندرية مختومة بختم النسر على الفاكس لزميل عزيز ومحترم اسمه ثروت شلبي، هو أظن محرر قضائي في الأهالي، فأرسل له النتيجة، وكانت مقر الأهالي ومقر حزب الغد كانوا متقابلين، يعني الفرق بينهم شارع محمود بتسيوني، لكن احنا تقريبا نكاد أن نكون على بعد أمتار يعني. فجاب لي ثروت النتيجة جاية له على الفاكس، المستشار رحمة الله عليه، يعني مش عايز أقول اسمه. هشام البستويسي. مظبوط. نعم. أنا ما قلتش، أنتِ اللي قلتي. أنا اللي قلت. الله يرحمه ويحسن إليه. أيوه. فأنا أخذت النتيجة وكنت متوجه للجنة الانتخابات في هذا الوقت. ف يعني حتى لم أطلع، يعني ثروت حط لي الأوراق في جيب الجاكيتة ولم أطلع عليها إلا وأنا في الطريق. فلقيت أنا جايب 63 وكسر في المية من أصوات اسكندرية. فأنا الحقيقة يعني اندهشت وانبسطت طبعا، خاصة إن أنا نصف اسكندراني، فقلت يعني بلدي يعني إيه جملتني كثيرا يعني. رحت لرئيس اللجنة، فأول سؤال سألته قلت له أخبار اسكندرية إيه؟ قال لي تمام. قلت له لا يعني تمام إزاي يعني؟ أنتوا خلصتوا الفرز في اسكندرية. قال لي خلصنا الفرز وانت عامل نتيجة هايلة في اسكندرية. قلت له كام النتيجة؟ قال لي يعني جايب 36% من الأصوات. فقلت له حضرتك عكست الرقمين، هي 63% مش 36%. فقال لي علي الطلاق بالتلاتة، ما تاخد أكتر من 50% دي العاصمة التانية. فقلت له احنا بنتكلم في طلاق، احنا بنبيع قوطه ولا بنعمل ايه يعني؟ ايه حكايه بنفاصل. الطلاق يعني؟ لا، وحكايه الطلاق كمان في موضوع ليه علاقه بنتائج الارقام. فقلت له بس النتيجه عندي هي بختم النسر، واديته النسخه، فطلع عليها بهدوء كده. وانا في سجني بعد 4 5 6 شهور مش متذكر، قالوا لي انت مطلوب في قضيه في محكمه الجلاء. قلت لهم قضيه ايه؟ انا ما عنديش قضايا. فقالوا لي يعني مش عارفين هي قضيه ايه، لكن لازم تروح وكده. فرحت فلقيت رئيس اللجنه العامه للانتخابات عامل لي قضيه الاستيلاء على اوراق اميريه اللي هي نتيجه الانتخابات بتاعت اسكندريه. فما القاضي قال لي التهمه، فانا يعني انا رايح بقى وفي ايدي الحديد وبتاع، فانا فطست على نفسي من الضحك. فقلت له انت متاكد ان دي التهمه؟ قال لي قلت له طب ايه راي حضرتك؟ انا من غير ما اقرا انا محامي، فقلت له انا اللي هترافع، ومن غير ما اقرا انا مستعد اترافع. فقال لي محامي طب ودكتوراه في القانون كمان، مش كده يا القانون دكتور؟ نعم. مظبوط في القانون العام. فقلت له انا مستعد اترافع. فقال لي اتفضل اترافع.
فقلت له طيب نبتدي الأول إن أنا بعترف بالتهمة، أنا استوليت على الأوراق الأمرية اللي في حوزة حضرتك، بس من فضل حضرتك عايزين نفرغ في محضر الجلسة هذه الأوراق تفصيلا. فالقاضي سكت شوية كده وقال لي براءة في المواجهة. قلت له يعني إيه؟ قلت له لا أنا عايز أترافع وعايز أفرغ الورق ده وأثبته. قال لي مش هتثبته، براءة. إحنا مش عايزين منك. فالمرافعة أخذت نص دقيقة والبراءة أخذت دقيقة، لأنه كان طبعا إن هو نخش بقى في الموضوع، طب اثبت لي الورق اللي أنا استوليت عليه ده، أنا مستعد. فطبعا هيثبت إن أنا جايب 64 ولا بالضبط. 63 في المية، فهو أدرك خطورة الموضوع فقال لي براءة في المواجهة. يا سيدي لا أترافع أبدا إطلاقا. فهي ما كانتش انتخابات قوي، يعني أنا بحكي لك القصص دي مش على سبيل الفكاهة الحقيقة، يعني هي مآسي أيوة، ما مآسي هي فكاهة مأساوية. مأساوية الحقيقة، يعني من مآسي الحياة في ديمقراطية في مصر إن كل من يفكر في منافسة الرئيس القائم نعم يتحول إلى إما شخص مجنون أو متهور أو نعم مسجون أو منفي أو إرهابي أو أيا كان بقى. فتكلفة المنافسة في بلادنا ما زالت مرتفعة جدا. بس نعم حقيقي. طيب احنا عايزين نتكلم عن فترة الحبس، كانت 4 سنين ونص، يعني مش حاجة قليلة يعني. ومفترض انك اخدت افراج، قيل انه صحيا، لكن اعتقد اعترضت وقلت ان الافراج عنك سيأتي بقوة القانون. هل فعلا اتبعتت القضية للمحكمة الجنائية الدولية؟ لا لا أنا لم ألجأ للمحكمة الجنائية الدولية، لأن مصر لم تكن موقعة على هذه الاتفاقية اللي تسمح للأفراد أن يتم مقاضاة دولهم في انتهاكات تتصل بحقوق الإنسان والحريات. وحتى في 2013 ما كان في برلمان يسمى برلمان الثورة، أنا طلبت من إخواننا اللي كانوا قائمين على البرلمان في هذا التوقيت، يا جماعة من فضلكم وقعوا على كل الاتفاقيات التكميلية التي رفض نظام مبارك التوقيع عليه. ما كانوش مستعجلين باين، أو ما كانوش فاهمين، لأن الحقيقة رفضوا الفكرة. والنتيجة إن إحنا حتى الآن نعاني من نفس الدوامة، أن الاتفاقيات التكميلية غير موقع عليها، وبالتالي فنحن أمام أزمة حقيقية أن الأفراد في مصر ليس لهم هذا الحق. يعني ربما في تونس عندهم هذا الحق، نعم. لهذا أخذوا أحكام من القضاء الدولي في قضايا لها علاقة بتونس. فناس كتير تقول طب ما هو المعارضة بقى المصرية خايبة ومعرفتش، والمعارضة التونسية حصلت على أحكام في البرلمان الأفريقي أو في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان حاجة كده. يا جماعة ما احنا ما كناش موقعين، هم كانوا موقعين. وده الحقيقة الفارق بين الذين قادوا تونس بعد الثورة وكانوا أكثر يعني نجاحا. إلماما الحقيقة، وأدركوا بعض الأمور التي لم تدركها القوى الوطنية في مصر في مرحلة 2012-2013. لكن في كل الأحوال أنا قرار الإفراج عني كان مثل قرار اعتقالي. وأنا عايز أعيدك لمذكرات وزير الخارجية في هذا الوقت الأستاذ أحمد أبو الغيط. والحقيقة يعني كنت دايماً أثناء عضويتي في البرلمان أقول له يعني المكان الأنسب لك هو وزارة الزراعة من وزارة الخارجية، لكن الحقيقة بعد ما قريت مذكراته التي نشرها مؤخرا
الحقيقة قلت لا والله، كان ممكن يبقى وزير خارجية كويس. كان بيتكلم في صفحة رقم نقط، أنا مش فاكر الرقم، بيتكلم عن سر الخلاف بين أحد القيادات الأمريكية، أظن اللي توفى مؤخرا، اللي كان مرشح للرئاسة في وقت من الأوقات، وكان أسر في فيتنام، مكين، جون مكين. جون ماكين. فهو بيشرح حاجة ليها علاقة بالخلاف بين مبارك وجون ماكين، فبيقول إن كان في مؤتمر في براغ وأنا كنت حاضر أمثل بلدي، وماكين هاجم مبارك هجوم عنيف جدا بسبب سجن أيمن نور. وقال، أضاف أحمد أبو الغيط في نفس الصفحة، قال: وأنا الحقيقة لم أرد على ماكين، وسبب عدم ردي أني لم أكن مقتنعا بموقف بلادي، وأضاف: لأني كنت أعلم أن القبض على أيمن نور الغرض منه هو منع منافسته لجمال مبارك لاحقا في ظل مشروع لتولي جمال مبارك. ده أيوة. وزير خارجيتهم يعني، ودي مذكراته الرسمية اللي أعتقد هو مش هيتراجع فيها. فهو قرار الحبس لم يكن قرار طبيعي، عشان قرار الإفراج يبقى قرار طبيعي. أنا اتحبست لأسباب سياسية وخرجت لأسباب سياسية، وأنا اتحبست لأسباب مش قانونية وخرجت بأسباب برضو الحقيقة مش قانونية. يعني الكلام إن أنا خرجت إفراج صحي، لا لا، الحقيقة لا. يعني الإفراج الصحي رفض مرتين، وعرضته على محكمة القضاء الإداري، ومحكمة القضاء الإداري تراخت في نظر الطلب مدة طويلة جدا، طبعا بسبب ضغوط سياسية في هذا الوقت. وعندما صدر قرار وسموه إفراج صحي، ما كانش فيه تقرير طبي في هذا الوقت. يعني لما اتعمل، يعني مش كان في، مهم بقى. يعني ده موضوع تاني، واخد بالك، ملوش علاقة. يعني في دكتور كان رئيس الطب الشرعي في هذا الوقت اسمه الدكتور أيمن فودة، ده عمل تقريرين طبيين في مرحلتين مختلفتين، قال إن أيمن نور مهدد بموت الفجأة، وإن عنده مشاكل في كذا وكذا وكذا، وهذه المشاكل قد تعرضه للوفاة في أي وقت. هو طبعا كان الراجل بيغسل إيديه، إلا أن القرار لم يصدر. أما جم طلعوا قرار عملوه إفراج طبي، وحتى لم يستندوا للتقارير بتاعت أيمن فودة ولا أي تقارير أخرى. فيعني الكلام، بصي، عن الأسباب ولا لا، لا، إحنا في مصر ما بنهتمش بالتفاصيل دي، دي تفاصيل صغيرة. وأرجع للفيلم العظيم اللي كان بيقول لك دفاتر دفاترنا نعم. فخلاص دفاتر دفاترنا، والورق ورقنا، والموظفين موظفينا، وخلاص، والنائب العام بتاعنا برضو في طبعا. هذا الوقت يعني، وفي كل وقت، لسه لكن هقول في كل وقت. وفي كل وقت يعني. فالموضوع الحقيقة، فكرة الإفراج الطبي لا 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 خالص. وأنا عشان كده أنا بقول أخي العزيز الأصغر أحمد طنطاوي، وقد لا تصل رسالتي ليه الآن، لكن ممكن توصل لزوجته رشا وتقولها له. يعني سمعت إن هو رافض الإفراج، صحيح. يعني صدور قرار عفو أو حاجة بالشكل ده. سمعت إن رشا قالت هذا الكلام، رشا قنديل. فأنا الحقيقة أقول لها يعني، أرجوك لا ترفضي ولا تقبلي. هو الموضوع أما هيبقى مطروح، لا هيبقى عندك فرصة ترفضي ولا فرصة تقبلي، هتلاقي الموضوع اتنفذ. يعني أنا كنت يوم الإفراج عني، ده مر عليه كام سنة، من 2009 أظن، 2009 أيوه. يعني، مر عليه 15 سنة تقريبا، تقريبا 15. أنا كنت طول الليل قاعد بكتب قضية، أنا رفعت أكتر من 2000 قضية وأنا داخل السجن، على أخضر السجن، أبيض. والله، على السجن وعلى النظام. وكان من بينهم قضية صدر ليا حكم بحبس المأمور اللي هو اللي حبسني، أخدت عليه حكم بالحبس والعزل.
وفضل مأمور ومش محبوس، وأنا محبوس وأنا اللي واخد الحكم عليه هو. ما علينا يعني. فكنت لا بكتب مش ما قضية، علينا، دي تفاصيل مهمة جدا يعني. هي تفاصيل شبه الحالة كلها، تفاصيل كوميدية. نعم كان الحكم ده تحديدا كان حكم غريب جدا، إن كانوا منعني من إن أنا أخرج، يعني كان وما كانش معروف في هذا الوقت فكرة الحبس الانفرادي والكلام من ده، كانت حاجة يعني غير مألوفة، بعد كده بقت مألوفة جدا. فكان جزء من قواعد الحبس بالنسبة لي إن ممنوع أختلط بالسجناء. فكان إيه الفرصة الأساسية للاختلاط؟ أقول أنا رايح الجامع بتاع السجن، فمنعوني أروح الجامع، فرفعت قضية إن هم منعني أروح أصلي في جامع السجن. فصدر حكمه، كان القاضي المستشار مصطفى الشاذلي، وده كان راجل محترم اللي طلع الحكم بتاع تيران وصنافير، وليه قصة معايا قديمة عندما كان مستشار في، مش مستشار، كان لسه قاضي صغير عندما افتتحت محكمة القضاء الإداري في المنصورة، وأنا كنت في تانية كلية الحقوق، وكنت رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وبعدين شطبوني السنة اللي بعدها من الأمن، شطبني من الانتخابات. فأبويا رحمة الله عليه كان محامي هو كمان، فقلت له ارفع لي قضية، قال لا مش هرفع لك قضية على الجامعة، لأن أنت عايز تكمل وتاخد دكتوراه وتكمل في الجامعة، لو رفعت قضية على الجامعة عمرهم ما هيعينوك. فأنا كنت عايز أقول له يعني هم كده كده مش هيعينوني، بس مش مشكلة يعني. فرحت رفعت القضية بنفسي وأنا طالب في تانية حقوق عند مصطفى الشاذلي ده، اللي هو كان لسه قاضي صغير، والمحكمة كانت رهنة الافتتاح يعني. فالمهم هو حكم لي حكم رائع بحقي في الصلاة في مسجد السجن. فطبعا المأمور مأمور يعني، ما ينفعش ينفذ الكلام، فلم ينفذ الحكم، ترافع قضية على المأمور أنه لم ينفذ حكم قضائي وفقا لأحكام القانون، أخذت عليه حكم بالعزل والحبس، وفضل هو مأمور وأنا محبوس. طبعا. فكل ما يجي، كان أظن اسمه أشرف أو حاجة، كل ما كان يجي المأمور ده أقول له اوعى تيجي جنبي هحبسك، أنا معايا حكم قضائي بحبسك. يقول لي أنا ذنبي إيه، أنت بس جاي عليا وأنا مش عارف، حاجات بالشكل ده يعني. فعايز أقول لك إن يوم خروجي من المعتقل، أنا ما كنتش عارف أنا خارج رايح فين، كنت سهران طول الليل بكتب قضية، وداخل بقى أنام الساعة 2 كده، فقالوا لي زيارة. قلت لهم زيارة إيه؟ الساعة 2 وأنا زياراتي تتوقف عند الساعة الواحدة يعني. وأنا كنت عامل آلية بيني وبينك كده ممكن أقولها دلوقتي وربما لأول مرة، عشان كانوا أحيانا بيمنعوا زوجتي وأولادي من زيارتي، فكنت بعمل حاجة لطيفة. هما كانوا سامحين لي بتلفزيون صغير كان بيجيب القناة التانية، وقناة اسمها دراما كانت تبع قطاع مش عارف الأخبار ولا إيه، حاجة قناة حكومية يعني. نعم والقناة الأولى ما كانتش بتيجي يعني، من سوء الحظ يعني. كان في اتفاق بيني وبين أسرتي في هذا الوقت، إن لما تيجوا جايين زيارة، كان القناة بتاعت الدراما دي بتنزل شريط كده أخبار، مش أخبار، رسائل، أماني تحب عمرو، ايوه عمرو يعشق أماني، فاكراها دي انا. ايوه حاجة كده يعني. كان في زي شفرة إحنا متفقين عليها لما يبقى في زيارة، فكانوا يكتبوا لي على الشريط ده مش عارف هالة من بورسعيد ترحب بأبناء مش عارف، حاجات كده يعني. أنا أفهم إن بورسعيد دي يبقى في زيارة جاية. المهم يا ستي، لا وكان احيانا هما بقى يمنعوا الزياره فنعرف، فكانوا يجوا يلاقوني لابس ومتأنق ومنتظر الزياره وهم لسه ما بلغونيش ان في زياره. فمره ضابط كان لواء، كان اسمه ايمن السيسي، وكان يعني مارس بعض السخافه على احد المحاميات العاملات في مكتبي، يعني شيء من تطفل كده، فانا حبيت اعاقبه. فانا عرفت ان في زياره وهو ما يعرفوش انا بعرف الزياره ازاي،
فتأنقت ولبست وطلعت، قلت لهم يا جماعة أنا جاي لزيارة بعد نص ساعة. بتنجم. فهم طبعا أول معلومة ما جت جالهم حالة جنون، لأن سألوا على البوابة الخارجية قال لهم آه فعلا في زيارة، طب ده عارف إزاي؟ فقلت لهم يعني كتر خير اللي هو أيمن السيسي بلغني يعني. نقلوه في نفس اليوم ودوه ترحيلات السجون، وفضل 6 شهور راكب القطر يودي مساجين من ترى يوديهم الصعيد، على ما يرجع يرجعوه تاني. فجه قال لي انت عملت فيا كده ليه؟ فقلت له عشان انت ضايقت فلانه المحاميه في مكتبي. قال لي انا توقعت كده برضه. فيعني كان في مباريات لطيفه، بس كانت الحياه ابسط شويه من جليل يعني، وكانت وكان في برضه احترام، وكان في قدر من الخشونه، لكن كان في قدر من المرونه في كثير من الاحيان كان ليها علاقه بالاحترام. والحقيقه يعني انا خرجت من هذا السجن باصدقاء كثر، وهتندهشي ان هم من الضباط ومش من المساجين. اه طبعا المساجين اكيد، اما كان عندي فرصه للاحتكاك، لكن ما زال ناس من اعز اصدقائي اللي انا بحترمهم كانوا من سجانيني، وبعضهم كانوا اطباء. هتفاجئي ان بعد 15 سنه اما بيبقى عندي مشكله طبيه في اختصاصهم اول حد بفكر اكلمه هم هؤلاء الاصدقاء اللي كانوا اوفياء معي جدا رغم التعليمات وقسوتها وخشونتها احيانا. عشان مش مفروض الخصومة تبقى خصومة شخصية الحقيقة، يعني المفروض إنها خصومة سياسية، وهو هو مش طرف فيها كمان يعني، بيني بالظبط وبينك كده ضابط او طبيب او كده يعني، مظبوط. هو فانا ما كنتش بتعامل معهم باعتبارهم الاعداء ولا مش عارف ايه، نعم، وهم الحقيقه ما كانوش بيتعاملوا معايا باعتباري كمان الاعداء يعني. وضع مختلف دلوقتي، جدا هنجيله بعد شوية. ابتديت تكتب يمكن امبارح أو أول امبارح ولا إيه، أنا يمكن أول مرة أشوفها، مذكراتك، خواطر سجن ما قبل الغربة. قلت فيها إنه يعني الأيام كأنها ليل طويل بلا فجر، لكنه ليل مفعم بالأسرار واللحظات الحافلة بالمعاني. وقلت إنك يعني كان زي المدرسة، اتعلمت حاجات كتير في هذه الفترة. شوفي أنا قلت جملة رغم إن أنا ما بفتكرش إن أنا بكتبه عادة يعني، نعم. والحقيقة دايماً بحاول أنساه عشان أقدر أكتب تاني، لكن قلت جملة الحقيقة ما زالت محفورة في ذاكرتي، أن السجن هو أكبر كتاب قرأته في حياتي. نعم. وتصوري إن حتى هذه اللحظة أعتقد أن هذا الكتاب الذي قرأته على مدار 5 سنوات إلا بضعة أشهر، هذا الكتاب أفادني بشكل لا تتصوري أكثر من أي كتاب آخر غير الكتب السماوية طبعا المقدسة فوق رأسي. في الكتب الدنيوية أكبر كتاب استفدت منه في حياتي هو كتاب السجن. و اكتشفت حاجة غريبة جدا، إن الكتاب ده قديم مش جديد، وإن الكتاب ده مش أنا أول حد يقراه. أما برجع لقصص حتى بعض قصص الأنبياء زي سيدنا يوسف أجد في تشابهات استوقفني جدا. سنوات السجن كما كتبها مصطفى أمين رحمة الله عليه نعم. وهو أستاذي وأحبه أحبه من كل قلبي يعني،
والله يا نادلين، احيانا كنت بقول ايه، لو شلنا سنة 68 وحطينا سنة 2005 وشلنا بعض اسامي الضباط من هنا او من هنا او وحدناهم، نفس الكتاب، نفس الشهادات، نفس التصرفات، نفس الامراض النفسية حتى عند السجناء. كنت بقرا من سنتين كده كتاب في علم النفس عامله عالم ألماني من أظن هو من العلماء اليهود، وكان دخل السجون النازية وعاش فيها سنوات، فكاتب ملاحظاته كبروفيسور في مجال الطب النفسي والعلوم النفسية حول نفوس السجانين والمسجونين والعلاقة بينهم. تصوري أن جالي نفس الإحساس وأنا كنت بقرأ كتب مصطفى أمين سنوات السجن المتعددة، قلت لو شلت الأسامي والتواريخ وشلت كلمة نازي هيبقى نفس فهي كتاب عن الحياة، عن فلسفة الحياة في الأزمة، ويبدو أن هذه الأزمة بتتكرر، ويبدو أن هي ليها قواسم مشتركة من جيل لجيل لجيل. تعلمت من السجن الصبر، تعلمت من السجن انتظار الذي لا ينتظر. أنت عارفة لو أي مسجون، يعني خلينا نتكلم عن الناس اللي واخدين أحكام مؤبدة 25 سنة ومش عارف إيه والأرقام نعم. ده، لو فكر لمدة ساعة واحدة إن هو مش خارج بكرة ده هيموت، مش هينتحر، هيموت. السجن بيعلم الأمل، الأمل فيما لا أمل فيه. ولهذا أنا شخصيا كان دايما عندي إحساس إن أنا خارج بكرة أو بعد 100 سنة، وبقول الاتنين نفس النتيجة، ما عنديش أي مشكلة، بس دايما بعمل حسابي إن أنا خارج بكرة، ودايما بعمل حسابي إن أنا ممكن أقعد 100 سنة في السجن ده. فالسجن علمني حاجة مهمة جدا، هو كمان مش بس كتاب، هو كمان مدرسة، مدرسة بيخرج منها نوعين من الطلبة، طلبة فاشلين جدا، خارج عايز ينتقم، خارج عايز يسأر لمن أدى لسجنه سواء كان مظلوم أو حتى غير مظلوم. يعني أحيانا مرة بسأل تاجر مخدرات مشهور، يعني بقول له أنت أيام ما كان مسموح لي أشوف مساجين في السجن، يعني بقول له أنت إيه خطتك بعد ما تخرج من السجن؟ أو أنت عايز تخرج من السجن ليه؟ فالراجل قال لي عشان أنتقم من اللي سجنني. قلت له مين اللي سجنك؟ قال لي تاجر مخدرات مش عارف إيه أو شعبية مش عارف كذا. قلت له بس أنت تاجر مخدرات وفعلا يعني أكيد تم القبض عليك في واقعة صحيح. نعم. قال لي آه، لكن يوشي بيا ليه؟ ففي ناس بتخرج عشان تنتقم، وفي ناس، وشفت منهم نماذج الحقيقة، وفي الغربة شفت كثير منهم، بتبقى خارجة متصالحة مع نفسها جدا. في 3 نماذج أو 2 وأنا أقدر أقول لك أساميهم. نموذج نيلسون مانديلا، وأنا قرأت كتابه وهو أرسل لي نسخة مهداة نعم بخط إيده في فترة سجني، وقرأته حوالي بتاع 50 مرة نعم من كتر ما كانش عندي حاجة أهم منه أقرأها. نموذج تاني هيصدمك جدا، الدكتور طارق الزمر، ده سجن 30 سنة لغاية ما حصلت الثورة وخرج بعد الثورة، نعم وخرج متصالحا مع نفسه بدرجة أنا شخصيا مندهش منها. أنا
اظن ان انا كنت خارج متصالح مع نفسي، واول حديث عملته اظن كان مع منى الشاذلي، قلت لها لست اميرا للانتقام، انا مش خارج انتقم من حد، انا خارج وعندي رساله هشتغل عليها. وقد كان، وكان رسالتي هي ثوره يناير والشغل على ثوره يناير، وعملت حمله طرق ابواب لفيت فيها 300 نقطه بين مركز وقريه ومدينه في مصر، ما بين خروجي في فبراير 2009 إلى ثورة 25 يناير. 300 قرية ومركز ونجع طرقت أبوابهم. وكان رسالتي كانت واضحة جدا. ما كانش عندي استعداد أشوش عليها بأمور أخرى. أعتقد إن إحنا محتاجين ننمي هذه الروح التصالحية في مجتمعنا. لو تصورنا إن كل منا المفروض ياخد حقه، ده صحيح، لكن كل منا ينتقم مما تعرض ليه، إحنا هندخل في دائرة جهنمية من الانتقام لن تنتهي إلى أي شيء. فأنا شخصيا بقول أن السجن لم أتعرض لضرر كبير بفعل السجن، وربما الغربة كانت أضرارها أكبر، والنماذج التي رأيتها في السجن والمفروض إن هي أكثر تشوها وكذا وكذا وكذا، أعتقد إن هي في أوقات كثيرة بشعر أنها أكثر، مش عايز أقول تعبيري يبقى بايخ، أكثر وقارا بلاش احتراما يعني، من نماذج شفتها في مجتمعات الغربة. بس ما تنساش كمان يا دكتور إنه زي ما أنت قلت إنه كانوا بيعاملوك برضو في النهاية كويس، حتى بالرغم من إنهم كانوا يعني عازلينك، لكن كان في نوع من الاحترام ونوع من الوقار يعني في المعاملة. المشكلة إنه لو هنبص للناس دلوقتي يعني، وضع مختلف. وحتى وقتها الإخوان كانوا يعني بيعاملوا معاملة مختلفة عن أي حد تاني. لا، في وقتها بالمناسبة كان أما يحبوا يهددوا الإخوان يقولوا لهم هنعملكم معاملة أيمن نور، فيقول لا لا خلاص، باعتبار إن أنا كنت المنكد دي رقم واحد في السجون. لكن فعلا زي ما انت بتقولي الروح كانت مختلفة. وهقول لك على واقع باسم صاحبها، وأنا أحبه وأقدره، كان رئيس مباحث السجن، وكان إنسان شريف، وكان أحيانا تصدر له تعليمات هو مش مقتنع بيها فينفذ التعليمات لكن يعالجها بشكل مختلف. وهديكي مثال وحيد، مرة طلعت في دماغ محمود وجدي، وكان رئيس مصلحة السجون في هذا الوقت قبل ما يبقى وزير داخلية، والمناسبة هو كان صديقي يعني قبل ما يبقى رئيس مصلحة السجون وقبل ما يبقى وزير داخلية، أيام ما كان رئيس مباحث العاصمة كنا أصدقاء ونخرج سوا ويجي يزورني في بيتي وأزوره في بيته وحاجات كده يعني. طلع تعليمات إن يعني جزء من التنكيل عشان المنع من الكتابة تحديدا، إن ممنوع يخش لأي ممنور أكل لا في الزيارة ولا من الكانتين بتاع السجن، علما إن أكل السجن بقى الرسمي أكبر مجاملة ممكن تتعمل لك إن هما ما يبعتلكيش الأكل ده، لأنه أكل غير صالح أصلا للاستخدام الآدمي. يعني والله أنا يعني مش بقى أبالغ، وكلها نعم الله وأنا لا أتبطر عليها، لكن كان تيجي لحظة تبقي مش عارفة هو ده إيه، يعني جايبين لك جردل كده فيه حاجات ما تعرفيش هي حاجات عضوية ولا نباتية، ولا هي زيت عايم فوق حاجة ما تعرفيش دي حيوانية ولا نباتية، ولا في ناس كانت بتعيد طهيها، أنا شخصيا ما كنتش أعرف. كان كل الـ يعني المجاملة اللي ممكن تعمل لي إن إيه، طلعوا البتاع ده بره عشان
كنت باخد من اكل السجن ارغفه العيش لانها كانت بتبقى ممتازه، لان الفرن كان داخل السجن وكان العيش البلدي المصري بيبقى برده اللطيف ده، فدي الحاجه الوحيده اللي كنت باخدها من السجن. فقال لك ممنوع، فانت مضطره تتعاملي مع هذا النوع من الطعام، وانا مش هتعامل طبعا، فكان اسهل بالنسبه لي هضرب على الطعام. فهذا الضابط المحترم اللي بدعي له في كل وقت كان بينفذ تعليمات السجون بمنع دخول الطعام ليا من الخارج. بس تصوري كان بيعمل ايه؟ واقسم بالله انجلين هذا حدث، كان يجي الصبح الساعة 7 وهو جاي من بيته، وجايب كيس بلاستيك حطه في جيبه. زوجته ربنا يا رب يبارك لها في صحتها وأبنائها كانت تطهي من أجمل وأحسن أنواع الطهي اللي ممكن تكون ما بتعملوش ليهم، جمبري حاجات كده، وتضعه في الكيس ويجيبه معاه ويسيب لي الكيس. في حين ان هذا الضابط كان بيجي يقعد معايا لان كان هو مكلف بمراقبتي طول اليوم يعني، فكان يجي يقعد معايا، فانا بقوم اعمل نسكافيه ولا حاجه فاقول له اعمل له كوبايه، يقول لا انا حرام اخد شفطه من هذا النسكافيه لان ده انت محتاجه، انا هروح البيت هشرب نسكافيه. وحتى الان أنا مدين لهذا الرجل بدين كبير جدا في رقبتي، وعايز أقول لك إن ده نموذج صحيح كان رائع جدا، لكن في نماذج أخرى ليست سيئة، وكان في نماذج شديدة السوء. منهم واحد قابلته بالصدفة هنا من شهر والله يا قابلته، كنت في محل من المحلات يعني بشتري حاجة هدوم أو كده، فلقيت صوت ست مصرية ومعاها جوزها، فأنا اللي لفت نظري اللهجة المصري، فبصيت لهم وابتسمت، فلقيت قلت والله أنا سبت الداخلية. مين ده؟ فقلت له أنا فاكرك، قال لي أنا اللواء فلان، بس والله انا سبت الداخليه، انا على المعاش دلوقتي، انا جاي انا ومراتي. طبعا كلمت اصدقائي بقى من الضباط المحترمين، قلت لهم تصوروا شفت مين؟ قلت لهم شفت فلان، يقولوا مش ممكن، ايه الدنيا الصغيره دي؟ ده كان وظيفته الرئيسيه ان هو ينكل بيه، واما كانوا يبقى عندهم قرار زي الزفت وعايزين يبلغوني بيه، فالضباط اللي كانوا يعزوني او في احترام ما كانوش بيبلغوني بيه، فكانوا يجيبوا ده، كان في سجن الليمان طورة، فكان بيجيبوه من الليمان عشان يبلغني. فالدنيا ضيقة وما تستاهلش، والحقيقة يعني أنا مسامح ومسامح من قلبي والله، وحتى الذين يعني آذوني في حياتي في مرحلة السجن وفي غيرها أنا مسامحهم، وأتمنى لهم إن ربنا يغفر لهم. والناس زعلت مني لما طلعت بعد وفاة مبارك وقلت أنا متسامح في حقي، أنا مش متسامح في حق حد تاني يا جماعة، وكيف ومش عارف إيه وله من الله ما، يا جماعة أنا حر في حقي، أنا بتكلم عن حق أنا مش عن حقك أنت، حق المجتمع، حق الناس، حق حضرتك، أنت حر، أنا في حقي متسامح، ما عنديش طار مع حد. والحقيقة يعني إحساس الكراهية والغضب الدفين قد يكون مبرر ونعذر ناس كتير فيه، لكن اللي مش مبرر إن إحنا نستسلم لهذا الشعور. الجزء الإنساني اللي جوانا لازم ينور ويتجاوز هذه المشاعر، إذا ما قدرناش نعمل ده فإحنا بنحكم على بلدنا وعلى مجتمعنا ببالغ المخاطر، ونقدر نقول زي ما قال الأمريكان نحن أمة في خطر، لو استسلمنا لهذه المشاعر نحن أمة في خطر.
نعم. أنا مش عارفة لو ده يعني أصل التسامح، أعتقد مهم جدا عشان حتى الصحة النفسية، لكن لازم يبقى في مساءلة، لازم يبقى في محاسبة. يعني ما ينفعش الواحد يسيب حقه. لا، أنا لا أتحدث عن فكرة المساءلة، وأنا رجل قانوني أيوة وأعرف قيمة الردع العام والردع الخاص نعم لحماية المجتمع. تمام لكن أنا بتكلم عن مش الإفلات من العقاب، أنا بتكلم الإفلات من الكراهية. نعم نعم خلي مسؤولية العقاب هي مسؤولية المجتمع، لكن أنا ما ينفعش أوكل لنفسي مهمة الانتقام حتى لنفسي. ما صحيح نحتكم للقانون، صحيح نحتكم لقواعد العدالة، نحتكم للعدالة الانتقالية، وفي كل حاجة موجودة. يعني احنا مش هنعيد اختراع الكون، بالعكس انا بعتقد ان ده جزء من الالتزام بصحيح القانون. مظبوط لكن انا اترك المسألة ان انا اخد مسؤولية المحاكمة وإصدار الأحكام وتنفيذها على الناس، لا أنا طبعا بعتقد إن ده يعني خطر خطير خطر جدا، كمان خطير جدا. طبعا يعني. طيب خلينا لسه في فترة السجن شوية، مين زارك في السجن؟ يعني أنا عارفة إنه زارك مثلا، رفضوا زيارات كتيرة من مثلا الاتحاد الأوروبي، لكن زارك جمال خاشقجي مش كده؟ أعظم جمال طبعا، هي احكي الزيارة لنا الوحيدة. شوية، احكي لنا شوية عن الموضوع ده. الله يرحمه جمال، احنا كنا أصدقاء تقريبا 30 سنة وزملاء مهنة، وتزامنا في صحافة. فترة العمل في جريدة الحياة في لندن، نعم. وكمان تشاركنا في حاجات كتير جدا وحاجات نفسيا كمان كانت بتجمعنا. يعني في وقت انفصالي عن أم أولادي كان في نفس الوقت بيمر بنفس التجربة، مرينا احنا الاتنين بتجربة الغربة. ربما جمال كان أكثر هدوءا شوية من العبد لله، وربما أكون اتعلمت من هدوء جمال لأنه كان هادئ جدا، وكان يرى كان متصالح جدا مع نفسه ومع بلده، وعلى حتى كان حتى متصالح مع الناس اللي قتلوه. جمال زارني، وفي هذه الزيارة كنت كاتب مقالة عنوانها رسالة إلى أوباما. وديته المقالة وقلت له أنا حابب إن هي تتناشر في أحد الجرائد الأمريكية، فقال لي أنا هنشرها، وقال لي اسم جورنان، كانت أظن في الواشنطن بوست أو حاجة ما شابه ذلك. قال لي أنا اللي هترجمها بنفسي، أنا ما بكتبش بالإنجليزي يعني. فطبعا هو تولى ترجمة المقال ونشر، ونقلته بعد كده المصري اليوم باللغة العربية باعتباره اكتشاف وتسريب خطير. ده بعد ما كان اتنشر في الواشنطن بوست يا جماعة. يعني هم مسكوا رسالة هاربة من سجن أيمن نور إلى أوباما. يا جماعة ده كانت اتنشرت في الواشنطن بوست، وأوباما أخذها حطها في الفرونت بيج في صفحته على الفيسبوك، حطها في الكفر بره يعني. طب إيه يعني إيه الاكتشاف في ده؟ المهم يعني جمال زارني، هشام أخي وحبيبي وشريكي وصديقي هشام قاسم، نعم وكان نائب رئيس الحزب في هذا الوقت، زارني مرارا وتكرارا. طبعا يعني أسرتي، أم أولادي، طبعا أولادي، بعض المحامين، تقريبا هم دول. بس جمال خاشقجي بالذات يعني مش مصري، وبرضه سمحوا له بالدخول.
فأنا مستغربة شوية آه يعني. وأنا كمان، وأنا كمان. طب كويس. أصل هو مفيش شبه بينه وبين أسامة ابن خالتي، بس هو دخل باعتباره أسامة ابن خالتي. دخل بتزوير يعني. لا ولا تزوير ولا حاجة، هو مين الأخ؟ ابن خالته. أوكي يلا خد لك، فدخل. فلا هم يعرفوا إن هو جمال خاشقجي، ولا إن هو مش مصري، ولا حاجة من الكلام ده طبعًا. وبعدين انا زيارتي كانت لطيفه يعني، كان ايه، كان يقعدوا حد من المخابرات، حد من الامن الدوله، ما كانش لسه اسمها الامن الوطني، حد من مباحث السجون، حد من مباحث المنطقه المركزيه، يعني كان ناقص مباحث المواصلات والقطارات كمان يبقوا حاضرين معانا، مندوب عن كل جهاز في الداخليه، يعني فعلا كان ناقص التموين والمواصلات، بيبقى حاضر مندوب عن كل جهة في الزيارة. فيعملوا ايه بقى؟ هم كلهم قاعدين بيكتبوا اللي انا بقوله واللي الضيوف بيقولوه. ايوه اوكي؟ فاحيانا مثلا كنت اسرع الكلام شوية، لا لا بالراحة والنبي. او احيانا كان يجي حد منهم يجي لي تليفون، فيخاف زميله اللي في الإدارة التانية ياخد معلومة هو ما ياخدهاش، فيقولوا لي إيه؟ بص وقف الزيارة بقى بريك كده، عشان إيه؟ فلان خرج، فلازم عشان كله يكتب مع بعضه، لأن لو حد كتب حاجة مختلفة عن التاني وكل الكلام ده بيصبه بقى عند الوزير في نهاية الزيارة، هتبقى مشكلة كبيرة جدا. ايوه صح. كانوا متفقين إن ما يحصل حد يجي له تليفون أو يجي له طلب لازم يخرج بره أوضة الزيارة. أنا كنت طبعًا ما بزورش في مكان الزيارة العادي، كنت بزور في غرفة المأمور، وأحكي لك قصة بيني وبين الدكتور محمد مرسي في غرفة المأمور ايوه الزيارة دي. المهم، فأنا عملت إيه بقى؟ كان كل ما يجي حد عنده تليفون، فكلهم بيقوموا بقى، اللي عايز يشرب سيجارة بره، اللي مش عارف إيه، باعتبار ما فيش كلام بقى رسمي في الزيارة. فكنت اتكلم مع جمال في الشويه دول، واخد بالك، لغايه ما يرجعوا جمال يقعد ساكت كده ملوش علاقه بالموضوع، لانه لو اتكلم هيبان بقى كلام مش اللهجة. يعني. وقعد ساكت كده، وبعدين جمال يوميها كان اظن بناء على نصيحه يعني، قالوا له لازم تيجي لابس بدله وكده يعني عشان تبقى عادي يعني زي المصريين. فراح اشترى جاكيت بليزر كده، فكان المكان الايد هنا عليه التيكت. تيكت، فجمال يا حرام نسي يشيل التيكت. فالضابط الذكي اللي هو يحبني وانا احبه ومش هقول اسمه دلوقتي رغم ان هو ترك الخدمه يعني، بعد ما مشي جمال فقال لي الراجل اللي كان موجود ده مش ابن خالتك؟ قلت له اه مش ابن خالتي. فقال لي انا عرفت. فقلت له عرفت ازاي؟ قال لي ده لسه شاري البدله النهارده. التيكت محطوط. قال لي لدرجه انا كنت خايف حد ياخد باله من الجهات الاخرى، كنت عايز اخش اشد البتاع التيكت المكتوب عنده. فبتمشي بعض الامور يعني، عارفه إطار التفسير الأقرب في مصر الإهمال، في بعض الأحيان بيحصل إهمال. قصة بقى الدكتور مرسي والزيارة، نعم. كنت في مرة في الزيارة في غرفة المأمور، وكان أظن كانت أم أولادي اللي كانت موجودة أظن، أو أولادي أو هم مع بعض. المهم إحنا قاعدين والضباط بقى من كل الجهات قاعدين، وفجأة اتفتح باب أوضة المأمور ودخل الدكتور محمد مرسي. فأنا هو كان زميلي في البرلمان 5 سنين، نعم. كان بيقعد الكرسي اللي في ظهري مباشرة يعني، أنا قعدت بتاع 15 سنة منهم 5 كان في الكرسي اللي في ظهري الدكتور مرسي. فالمهم فأنا قمت يعني طبيعي أول مرة أشوفه في السجن، ف قمت عشان اسلم عليه وارحب بيه يعني. فسلم عليا قال لي محمد مرسي جماعة الإخوان المسلمين.
فانا قلت له ايمن نور تنظيم القاعده. طبعا كل اللي قاعدين الظباط وقعوا نفسهم ضحك. هو الدكتور مرسي كمل كلام بجد، فرصه طيبه كذا. الراجل ما احنا عارفين بعض، وعمل كده ليه؟ وفضلت السؤال ده محيرني محيرني لغايه ما هو خرج من السجن، وخرج قبلي بكتير يعني. أيوة. وبعدين انا خرجت بعديه بشويه، وتوفى زميل لينا كان اسمه الاستاذ سعيد عبد الخالق، كان رئيس تحرير الوفد في وقت من الاوقات. نعم. فاحنا في عزا سعيد عبد الخالق، فخرجنا كان هو والله يرحمه الدكتور عصام العريان، وفقدوا السائق اللي معاهم او حاجه كده، فقلت لهم تعالوا وصلت في طريقي يعني، فاخدتهم في طريقي. واحنا في العربيه انا راكب جنب السواق وهم راكبين الاثنين ورا كده، ف قلت له دكتور محمد عايز اسالك على حاجه. قال لي عارف. قلت له طب هي ايه؟ قال لي هتسالني يوم ما قابلتك في مكتب اوضه المامور ليه عملت ان انا ما اعرفكش؟ قلت له بالظبط. قال لي يا اخي كانوا منبهين علينا قبلها بيومين ان ممنوع الاتصال بايمن نور، وان اي اتصال بايمن نور هيجيب لكم مشاكل وهيرحلكم السجن و و و وانا اللي كنت مسؤول عن الاخوان، فانا خفت ان يعتبروا اي مقابله دافئه بينا ده نوع من انواع الاتصال، فانا حبيت اوصل لك المسج وانت ما خدتش بالك. قلت له وانا اخد بالي ازاي؟ ما انا ما حدش قال لي اصلا ممنوع الاتصال بحد، لاني كنت انا اللي معزول عن الناس يعني. فدي من طرائف مرحله السجن يعني.